تعرف على حضرتك؟ الحاج حسن كمال الشرب ابو كمال. حضرتك كلمنا شويه عن شغل الخياميه. وكلمه خياميه جايه من كلمه خيمه حضرتك، وكلمه خيمه دي مذكوره في القران في سوره الرحمن، ومذكوره في التوراه لما ربنا امر سيدنا موسى انه يعمل خيمه كبيره يطلع فيها للتوراه. والفن الخيامه ما كانش موجود زي دلوقتي حضرتك، زي ما انت شايفاه كده نقوش وبتاع، لا ده كان عباره عن كله عن خيام. لما كنت بشوفها في المسلسلات الدينيه كان كله كان في القبائل وبتاع كانوا بيعملوا في الخيام ويقعدوا فيها، وكنت بتشوف فيها الرياض، كان الناس بتعمل رياض، واتشهرت الخيام في الحروب، فكانوا بيعملوا خيام عشان العسكر والجنود يقعدوا في الخيام يحاربوا فيها. طورت المهنه، بقى في حاجه اسمها الشادر. هو حضرتك الشادر ده اللي هو بتاع المناسبات، المياتم والافراح، حتى شوفها في الافلام القديمه. واتطورت بقى بنعمل البوارق بتاعه الموالد، زي وبنعمل الاضرح بتاعه الشيوخ، وبنعمل اليوفات بتاعتهم زي مولد سيدي ابراهيم الدسوقي، مولد الحسين، السيده زينب، المواكب الكبيره انت بتشوفيها دي. حتى كنت تشوف الفيلم بتاع الناصر صلاح الدين بتاع منتجع اسيا، اشترت جميع اللوازم من هنا من الخياميه بتاعه الخيام والبوارق من هنا من الشارع هنا. أبهاتنا اخترعوا حاجات زي المخدات دي حضرتك كده، الكوشن الصغير، مش معقول الراجل الكبير الأجنبي ياخد كل حتة 5.5 بتاعت شادر. فبدأنا إيه نعمل المخدات الصغيرة. نبدأ أول حاجة بدأنا بالفن الفرعوني اللي بيحكي عن التراث الفرعوني، وبعدين دخلنا في الحاجات الإسلامي كده، ودخلنا بقينا إيه الشغل بقى يتطور لحد ما وصل للمرحلة دي اللي هي المخدات والكوشن والمفارش كلها هاند ميد. والخيام دلوقتي بقت شغلها مع في المعسكرات، بقت ايه ما بقتش زي الاول. ادي الفن من اول ما بقتش زي الاول عشان الاسعار ولا عشان ما بقاش في اقبال عليها قوي؟ اللي هو الخيام كخيام ولا الشغل الهاند ميد؟ ما في شغل الهاند ميد، لا هو ما بقاش في اقبال عشان شغلات السياحه مرتبطه مش بالداخلي بس، داخلي وخارجي وحواليك. بس الحمد لله دلوقتي المصريين بداوا يخشوا في الشغل بتاعنا، هم يبتدوا يجوا يشتروا يعوضوا جزء. اي نعم الاسعار مش زي ما بيبيع الاجنبي، بس هي المصري ممشيكي. يعني دلوقتي الشغل ده حضرتك بقى اساس من اساس جهاز العرايس، والمصريين انتبهوا لفن الخياميه فبداوا ينزلوا يشتروا، يعني يشتروا حاجات يعني بيلاقوها برضه رخيصه بالنسبه للجهاز والديكور عندهم. وفي مصريين يقول لك انت قاعد شغال، فبيقول لك لا انا اشجعه واخد الحاجه حتى لو مش عاوزها. فالحمد لله فبدأ فيه إقبال من المصريين على الشغل ده.